موضوع مهم نحب نتكلم فيه اللي هي تفسير نتائج التحاليل وازاي ناخد اكبر فايدة من التحاليل اللي احنا بنعملها. احنا في المعمل بيهمنا حاجة مهمة قوي، بنحب نعرف الاعراض اللي العيان الموجودة عند العيان وبيشتكي من ايه. فعادة المفروض العيان لما بيتعب من حاجة بيروح لدكتور يكشف عنده، والدكتور بيطلب منه تحاليل معينة يعملها بناء على الكشف اللي هو شافه. طبعا الطبيب المعالج لما بيجي يكشف على مريض بيسأله أسئلة مختلفة، أسئلة عن تاريخه المرضي والتاريخ العائلي والأعراض بتاعته ابتدت من إمتى، وبعدين بيقوم بالكشف عليه. ولو لقى عنده مثلا تضخم في الكبد، تضخم في الطحال، غدة، كبران، يعني الأعراض، لو عن العيان بيشتكي من أوجاع في المفاصل، فالطبيب المعالج بيلاقي أعراض معينة وبيشوف حاجات هو شايفها. بيفرق معنا جدا بقى في إجراء التحليل إن الطبيب يكتب لنا شوية نقط عن الحاجات اللي موجودة عند المريض. يعني لو في تاريخ عائلي يعني معين حيفيدنا يكتبه لنا هو إيه. تاريخ مرض العيان ده ابتدى بقاله قد ايه، بقاله شهر، بقاله سنة، لسه مبتدي حالا، ابتدى ازاي، كان متعرض لأدوية معينة، بعد كده في الكشف لقى ايه عند المريض. الحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا نفسر التحليل وان احنا ندي توصيتنا بايه التحليل الزيادة اللي ممكن تتعمل عشان في النهاية نشخص المرض في اقصر وقت وباحسن طريقة. في تحاليل بتبقى بسيطة جدا وكل الأطباء حتى الممارس العام بيقدر يفهم نتيجة التحليل، وفي تحاليل بتبقى متخصصة بيفهمها أكتر الدكتور المتخصص في المجال ده، لكن طبيب تاني مش متخصص مش هيبقى قادر يفسر النتائج بطريقة سهلة. فهنا يجي دور المعمل. أما بنعمل تحليل لنفترض مثلا مريض عملنا له صورة دم كاملة ولقينا عنده شوية تغيرات في صورة الدم دي، احنا المفروض من منظر صورة الدم بنقدر نقول الدنيا ماشية في انهي طريق، ما انهي نوع انيميا. بيساعدنا في الحتة دي طبعا المعلومات اللي الدكتور بيحطها لنا، الانيميا دي مثلا بقالها فترة طويلة ولا لسه مبتدية حالا، ولا العيان قراجي كان بيتعالج من حاجة. فأنا مثلا ممكن في صورة الدم ألاقي اختلال في كرات الدم البيضاء. لو الدكتور كاتب لي العيان جاله واشتكى قريب، يبقى احنا هنفهم ان هذا الخلل حصل قريب خالص، حاجة بنسميها حاجة حادة. لكن ممكن يكون طبعا العيان بقاله سنة او كذا شهر عنده الاختلاف ده، فدي مش هنعتبرها مرض حاد. طبعا انا منظر كرات الدم البيضاء عندي بيديني دلائل معينه، هل العيان ده اوريدي متشخص مثلا انه عنده مرض سرطاني في كرات الدم البيضاء وبياخد علاج، ولا لسه ما اخدش علاج وما تشخصش. في مثلا عيانين بيقعدوا يشتكوا كذا شهر ان ركبهم بتوجعهم ويروحوا لاطباء ما يفكروش في خلل، ما يعملوش صوره الدم الكامله، يفضلوا يدولهم مثلا أدوية تقلل الألم زي الأسبرين والحاجات دي. نيجي نعمل صورة الدم نلاقي إن في مشكلة في كرات الدم البيضاء. فهنا بقى يقع أهمية إن أنا أعمل صورة الدم كاملة من أول يوم. إحنا بقى بنوجه في الحالة دي إن لقيت مشكلة في كرات الدم البيضاء، أنا لازم بوصف الشكل اللي أنا شايفاه قدامي، ولازم في نتيجة التحليل أوصي بقية التحاليل التانية اللي لازم تتعمل علشان نشخص الحالة. طبعا الطبيب المعالج هنا يفرق بقى معايا، لان انا اكون عارفة هل في غدد لمفاوية متضخمة ولا لا، هل في طحال متضخم ولا لا، وكابل برضو ده بيساعدني اني اقول ده جاي في سكة المرض الفلاني. فالتوصياتي بالتحاليل التانية هتختلف عن ان انا معرفش الحاجات دي. فالتوضيح المعمل لازم يكتب توضيح عن اللي هو شايفه. صورة الدم دي
من التحاليل المهمة قوي، لأن احنا بنعتبرها الشباك اللي بنبص منه على الجسم كله. فاحنا نقدر يعني بنبقى شايفين حاجات كتير، الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، فلازم نكتب توصيف محترم عن اللي احنا شايفينه. ده بيفرق كتير جدا للطبيب وللمريض. في بقى مثلا تحاليل التجلط اللي هو مثلا خلل مريض بينزف او مريض بيجيله جلطات، دي من التحاليل اللي لازم احنا نوضح فيها احنا شايفين ايه كمعمل. بتكلم احنا يعني كمعمل لازم اكتب للطبيب النتائج بتاعتي دي تدل على خلل في انهي جزء في جهاز التجلط والعوامل التجلط يعني، او لو هي في الصفائح او هكذا. لازم اوصف له كويس علشان دي بتفرق في التشخيص جامد. يفرق انا بقى معايا هنا ايه، ان الدكتور يقول لي ان مثلا العيان ده بيجيله زي نزيف لأول ما يتخبط خبطة بسيطة تجيله كدمة بالشكل الفلاني، أو بيجيله نسيف في المفاصل، أو مش بيجيله الحاجات دي. تفرق بقى من مرض من أسباب النسيف المختلفة عن بعضها. من الحاجات بقى إن إحنا في المعمل برضو لازم نوضحها في النتيجة للطبيب المعالج. لو إحنا عاملين مثلا دلالات أورام، تحاليل دلالات أورام، مش كفاية ان احنا نكتب نتيجة التحليل وجنبها النسبة الطبيعية. هنقول مثلا تحليل النسبة الطبيعية بتاعته تكون من 4 الى من 0 الى 4، والمريض عملنا له دلالة الاورام وطلعت 3. هل انا اكتب ان 3 دي طبيعية؟ ما هي اقل من النسبة الطبيعية. مش شرط. انا عارفة كشخص بيفهم في شغل المعمل ان التلاتة دي تحتمل تكون 3.5 او 3.8 او 2.8 لعوامل مختلفة في اجراء التحليل. فانا لما تكون حاجة جاية كده قريب من الخط اللي بيفصل بين الطبيعي والمش طبيعي، انا لازم اكتب للمريض انه محتاج يعيد التحليل ده بعد شهرين مثلا، علشان اشوف هو بيتغير ولا ثابت في الحته دي. لو هو عادي، حتى لو عادي حاجه بسيطه، بعد شهرين يبقى الترند هنا، المنظر هنا انه بيزيد في النسب بتاعته، يبقى ما اقدرش اقول له انت طبيعي. هقول له او حاليا انت بوردر لاين، لكن محتاجه اعمل معاك متابعه ونعيده وهكذا. دي اللي يفهم في الحتة دي الدكتور اللي بيجري اللي بيعمل التحليل. لكن الطبيب المعالج هيقرأ 3 والنسبة الطبيعية 4، هيقول لا خلاص طبيعي. وهي مش الدنيا مش كده، مش أبيض واسود لما بتكون النتائج جاية من الحد اللي بيفصل بين الطبيعي والمش طبيعي. ونفس الحكاية تنطبق على كل الوظائف بقى، وظائف الكلى وظائف الكبد. التحليل لما بتبقى بعيدة قوي عن النسبة الطبيعية، يعني بعيدة من ناحية الكويسة يعني، بنبقى مطمئنين اكتر ان ده حالة طبيعية. لكن اللي بتقرب دي لازم نتابعها، لان احنا عارفين ان لو انا عدت العينة دي مثلا 10 مرات في نفس الوقت، مش لازم هتطلع بالزبط كل مرة بالزبط نفس الرقم، في فاريشن كده مقبولة هتتحرك فيها النتيجة. زائد ان البني ادم مش كل يوم نتائجه زي بعضها. في حاجة اسمها التغير البيولوجي الطبيعي. كلنا الناس اللي ما عندهاش مرض، مثلا نسبة السكر، نسبة الدهون، وظائف الكلى، وظائف الكبد، الهرمونات، مش كل يوم النتيجة بالضبط زي اليوم اللي قبله. في تغيير بتطلع وتنزل بطريقة طبيعية. فالفاريشن دي او هذا التغيير برضو بيحرك لي النتيجة شوية حوالين الرقم اللي بيطلع لنا. فالحالات بقى اللي بتطلع قريبة من الخط الطبيعي بنقول للمريض تعالى تابع تاني، وبنوضح للدكتور المعالج. من التحاليل المعقدة شوية اللي هي للأمراض اللي هي خلل في جهاز المناعة، زي روماتويد أرثرايتس، زي الزئبة الحمراء، وأمراض كتير من هذه العائلة، لازم نكتب للدكتور
توصيف للنتائج والتوضيح لمدلول النتيجة اللي موجودة، ولازم نكتب توصيات ايه التحليل التانية اللي تتعمل. وانا بحب يعني اقول هي حاجة يعني ما تزعلش حد، ان لو الدكتور مش متأكد ايه التحاليل اللي هي هتنفعه للمريض ده، انه يتواصل مع دكتور في المعمل ويسأله ويكلمه عن الحالة ويقول له انا شاكك في الامراض الفلانية، اطلب له ايه تحاليل. دي حاجة بتبقى كويسة جدا، كلها في صالح التشخيص الدقيق والسريع للمريض. زائد برضو ان لو الدكتور في حاجة في النتائج مش واضحة له، بيفرق قوي ان هو يكلم برضو الدكتور اللي عمل التحاليل ويتناقش فيها مع النتائج لي النتائج دي، لان هنا بقى بيبقى فيه تبادل معلومات بين الطبيب المعالج والمعمل. الطبيب المعالج بيقول هو شايف ايه عند المريض وشاكك في ايه، والدكتور في المعمل بيقول النتائج التحليل اللي اتعملت فايدتها ايه، وايه اللي ممكن نمشي في انهي خط ينفعنا افيد للعيان ده هو. وده مش بس في الامراض اللي فيها خلل المناعه، في امراض كتيره جدا، واحنا في المعمل كتير قوي بنحتاج نبقى محتارين في اللي احنا شايفينه، فبنكلم الدكتور نساله على اعراض المريض وعلى الادويه اللي بياخدها ونتناقش معاه علشان نقدر نقول التفسير الصح للتحليل دهيت ونكمل المطلوب.